عندنا الطقم دوت يا جماعه، ده قمر بقى، ده طقم قمر بيد كوري زي ما انت شايفه منه. فيه عايزه اقول لك ان الطقم دوت معاه ضمان 3 سنين، 3 سنين ضمان يا جماعه، حاجه محترمه جدا. بصوا اكبر حله مقاس 28 وما شاء الله كبيره جدا اهو، شايفين عامله ازاي، واصغر حله مقاس اهو 18. بصوا عامله ازاي، بصوا منظر الحله في منتهى الشياكه يا جماعه، تقيل ما شاء الله، حاجه محترمه، خامه كويسه جدا، معاه طبعا ده المسكات بتاعته اهو، بصوا المسكات بتاعته تحفه. طب معاه ايه تاني يا هديل دوت؟ معاه بصوا المقليه الووك دي، بصوا عامله ازاي المقليه الووك، تحفه يا جماعه، بصوا اهو شايفين. طب بصوا القعده بتاعته عامله ازاي، شايفين القعده بتاعته تحفه، شكله حلو قوي، حاجه محترمه، طقم محترم 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 يا جماعه. الشكل الجديد من شركه نيو كلاين يا جماعه، يعني حاجه معروفه جدا، نيو كلاين براند معروف، لو برده حلو جدا، براند مصري بس معروف وحلو قوي قوي، نيو كلاين معروف. بصوا معاه التاجر القمر ده اهو تحفه، بصوا منظر التاجر شايفين، بصوا الشغل بتاع التاجر عامل ازاي، انتوا شايفين معايا، حاجه نظيفه ومحترمه جدا، ومعاه زي ما انا قلت لكم ضمان 3 سنين، ومعاه طقم التوزيع ده، بس هم ما اعرفش ليه ما جابوش ستاند، يعني جت على الستاند وما حطوهوش، بس هنقول لهم ايه معلش، كده كده دول ما لهمش لازمه، دول للغرف بس، دول عامه للغرف، دول موجودين برده معاه الطقم. طب سعره عامل كام يا هدير؟ الطقم دوت عامل 5500 جنيه بدل 6500 جنيه، تمام كده؟ عامل 5500 جنيه بدل 6500 جنيه في العرض يعني.